حصد الفنانة التونسية هند صبري جائزة أفضل ممثلة في مهرجان الجونة السينمائي بنسخته الثالثة عن فيلمها التونسي حمورة. وذهبت جائزة السينما الإنسانية للفيلم الفرنسي البؤساء وجائزة لجنة التحكيم فيس بيرسي للفيلم اللبناني 1982 وأفضل فيلم آسيوي ذهبت للفيلم الأفغاني كابوم. وفاز الفيلم السوداني ستموت في العشرين بجائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الروائي الطويل، فيما ذهبت الجائزة الفضية للفيلم البولندي عيد القربان حيث فاز بطله بارتوش بيلينا أيضا بجائزة نجمة الجونة لأفضل ممثل. أما جائزة نجمة الجونة البرونزية فكانت للفيلم المغربي آدم. وفي مسابقة الأفلام الوثائقية فاز الفيلم السوداني حديث عن الأشجار بجائزة نجمة الجونة الذهبية، وذهبت جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الوثائقي الطويل وقدرها 15,000 دولار إلى الفيلم الجزائري 143 طريق الصحراء. وفاز الفيلم الأفغاني كابول بجائزة نجمة الجونة البرونزية، في حين نالت جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي وثائقي طويل وقدرها 10,000 جنيه إلى الفيلم اللبناني إبراهيم. وفي مسابقة الأفلام القصيرة فاز الفيلم الهولندي امتحان بالنجمة الذهبية. أما جائزة أفضل فيلم عربي قصير فكانت من نصيب الفيلم الأردني سلام، وحصل الفيلم الإسباني 16 من ديسمبر للمخرج ألفارو جاجو دياز عند تنويه من قبل لجنة التحكيم الخاصة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.